السلام عليكم. أقنا ذاني تان تحية نضالية. أقنا ذاني تان بد ذي جنيف. إب هو لو قيت مذن غير في نمذ سنة توقيعا يعني شي حاجة غير عادي. شي حاجة يعني نوف يعني ذي كل شيء مش القاش صورنا رضا بير ذي العود وتتخص مني توقيعا إذا من عاش الريف ولا عاش من خانه. تختطفني وذان سكي ذرين ان نهار يعني نتفكى ذي الوالدين يوذنيني جان ذي الحبس ما مشتي عايش المساكن ان دي نشني نقوش خاسن انت عايش كي سني جن وانت تشان تفكى ذي سن ما مش جان وقطع الحبس المغرب الله يحفظه لا يوصل لاني شي مسلم الو من قالشني كل شيء يعني اطلاق صراحه المعتقلين خاصني يفرج سيدي ربي ومنيني ان شاء الله الله يجعلهم من مغفره الذنوب يوذن وني ان شاء الله اجن حاجه تود يعني وجيشان شخصيا غاريج السؤال يعني قاغس ما مش يعني ابن ذم يطالب سبيطا يطالب مدرسه اخطا تعتقل يعني وين في مشى منيا يعني شنو وين في مشى الحكومه الحكومة موسقا الرئيس الحكومة سعد عثماني سقال يمكن والسير موسقان اسمينس يقارك سلمية يوذن قن الاحتجاج السلمي يوذن واعزين ركاس واعزين طبسي واعزين تا ولكن تعتقل وين في مشى يعني وين في مشى لومي نازو مدرسة انغا نازو سبيطا انذاوة نازو المعامل انخدم ونازو تشي حاجة يعني وحرن ما زون ما ذقنا ذا نفس الشيء نرسبه عاد زون خلص قرقو على ما على ما أدون على ما أدون الزون عاد أقن قاعتقل نتن الزون خلص سبب وجي شاد أرمي وإذا أنت اعتقل لن أخمي تفن السبب يعني غاكر سبب وسيد غاش تقع تعتقل لغش يعني يا اللي تعتقل لغش اشتفاق كوميسارياش قاعدة فيني شي حاجة ولكن يعني كي الغيزون يعني شو أذن بول غيزون عش نقدر حبس هذاك نعزو الغيزون على ظني توا في وين في مشى رخو الجيشان شي قال منايا قالت الحكومه يعني الاحزاب الحكومه مارة الصحافه هذه ذي المغرب ونشني نشني يعني الحسيمات ازن اذن عزرن ونسين اعرف من غاسك سن الله عالم الو فوالا مشكله مقران تحيه نضاليه يا اخوان حنا جينا هنا لهذ البلاصه هذه ديال مجلس حقوق الانسان باش نهضروا مع اخواننا في المغرب لان داك الشيء اللي كيديروا مع الشعب ديالنا في الحسيمه راه خارق العاده راه ما غيديش ما عطاش واحد النتيجه يعني مثمرة لا من ناحيه الحراك ولا من ناحيه الدوله ونتمنى لاخواننا المسؤولين في الحكومه المغربيه ان يراجعوا انفسهم بهذه الطريقه الوحشيه الذي لا نريد لا ضرر ولا ضرار ولكن نتمنى للمسؤولين الذين في أيديهم أن يحققوا كل ما في وسعهم وأن يقفوا هذا نزيف الدم الذي يستمر في هذه المنطقة ونحن من هذه المنصة نناشدكم بما في وسعنا ونرجو من الله سبحانه عز وجل أن يقف هذا النزاف في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. السلام عليكم. هزول ثومات ايوز نوم ذي ريف اونلاين وانت نهار نسد ذني تاغا جنيف باش نبدا كيف مثلا غدي على الريف نبداك احراما يمغناسن تمغناسين يتفن ذي الاحتجاجات يتخوض الشعب نعرف من اجل الحريه من اجل الملف المطلوب يغاصن يعني غنغمار صراحه ولكن امن توارر مخزن مغربي يعني عبر الاليات نس يعني امني قانت المؤسسات بين قوسين وخوذين بالمؤسسات نشا ذيني المخزن حكا المخزن شفا المخزن مافيا اذا غيتقن يعني يتطفني حراما ينشا العنف ذي البوليس ينشا ذويناث زي المنبر ونيتا نقارس لا للعسكره لا للعسكرة ثم لا للعسكرة نقارس إير مخزن قاخك ننتصى أمني نجديث نغمو لي محمد وخا نتا يروح
ولكن الاجيال دي كوان ما يمكنش الاجيال دي كوان خصانت وما يمكنش الاجيال دي كوان خصانت. بالتالي الثاني تيبدا الشعب نعرف هو انه ما يمكنش الشعب نعرف هذه خصا وما يمكنش هذه خصا. ثاني المعركه انه معركه الهامش ضد المركز، معركه الهامش ضد المركز، معركه الهامش ضد المركز، ثم معركه الهامش ضد المركز. والمخزن عما سنجدي هنا عما سنجر مخزن هذه ايح واخا غاث مينوت ويوزيك النيو وانت تازقني فيا مره ماني ما يجي شوري فيه هذيك ماني ما يجي شوري في دفا ماني ما لان غنذور غفا هذا هو نخيف ماذا نص 20 سنه دراين سنه نحبس. بالتالي يخص لابد يري فيني جندي عريف نهار 18 هذا هو غا 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 غمريتش نهار 20 هذا هو غا الحسيمه لان المعركه نمريتش ايش المعركه حاسمه ما يمي عمص ونزريش الحركه كات دي مريتش الضامن اكيري فيين. بالتالي اللوبي جندي مريتش لوبيات اسبانيا مخزانيه وفرنسيه. بالتالي الشينيري فيين سيغتو دي مريتش السبتة إخسان بدا كيري فيين زير بدا وأيوز إكنيو أيوز إريفو اللاين إديو سيندا غجونيب. السلام عليكم، تحية إكنيو مارة جميع إريفيين من مجان زي ليو زي مدينة ليو زي فرنسا نهارا قاغصني مثلا خذي الحسيمة كيذنو خمار كيذنو كيذنو مدانيتا إن شاء الله نجيش مظاهرة دي جونيف إن شاء الله تمقرن سواتس ونتمنى إن شاء الله السجناء سنداخون مارة جميع السجناء سكورشي نسن ان شاء الله هذا يحقق المطالب نسن التدور ان شاء الله الحاله كما العاده ان شاء الله ما نيس نتمنى نشيرك القاره ومقاقا خي كيدوم ان شاء الله حتى لفه حتى غا كمر منايا ان شاء الله وانا خوشاي الحراك وتحياتي جميع الاحرار. ما حند عاود ثاني نوسي شتبراتي في مثل غمار هذا جروبا ما حند انمون لان كنغكيش نجو وقت قصح الطاس وخصا ثمونيت وخصا يودا نعاود ثاني مالا ناصر زفزافي توقي قاس سلميه خصنا التنظيم لان ما راه غاديين بالتنظيم ويزما بوذي ويوع التنسيق يا غزات لان وانت السين منويه شحال غايك من الوقت لان المخزن يتراجع غنسمح نشين دي منويه ما عندها هذه زيا عاود ثاني خيات مثلا يتجان معتقلين لان يتير اخر وقت ما حد نشينا نسمح لا يودان يجان دي عريف ولا يودان يجان دي باره ما حد نسمح في الاشكال النضاليه ما عندها هني قلت عقوبات تتم قرانين ما حد يري فين عما صفقنا تسغين خرحق نسن سويا قارسني في مثلا خسا وما تمونم رخو الهدف النغ نشين ماره هو نموني ريفيين هدف النغ هو تفقني في مثلا المعتقلين السياسيين ان هني غاي سويا الحراك غزات ان هني غايوشن من عزون لان ان هني غايجا الملف المطلبين ان هني غايجا الشرعيه ما حد تستورن سيزم الحراك رخو نشين ماره نتمون ما عند هذا عند الصوف غدوا المطلب غانغ ام زوارو غنكارو الخوذي الوقت ثاني ثانيتا خمين تغافغن الغزال من امين غاكن عاود ثاني غازو غاد ذيني غي ثومات النغ غايفغن نهار 20 يوليو هني عاود ثاني جلمه حتى مهمه لان ثني تشكل عاود ثاني جن الضغط ديج الوفاء يوذان يوشين القسام دي يوذان يتسمى يتو غايفغن مره رغم الضغوطات رغم من توقيعني خصنا قيمة نفق لان مادام الحراك نتا اذا غدي سيود غمانويه المخزن يتوارد هذا المشكل نشيني خصنا نتوارد الحل لان غنسبد الحراك صافي المخزن غادي ياخذ جنس السياسه نغني للقمع كتاسيثا قراسن مادام الحراك اذا غيسمونن الحراك يتغاوين مرة الحلول المشاكل وزاي سنت المشكله مقرن هو هاد الفقنيه يثما تنغي جندي المعتقلين السياسيين جندي الحبوسات يتعرضن للتعذيب يتعرضن لتمارا يتعرضن شي نقا نغدا دي بارا وشي نقا راس نمارا يتمير مخزن شي مستعدين نديرولن شي معتقلين هاد قضا شهاد شناهي. السلام عليكم الاخوان، بغيت نشارك الاخوان ديالنا المناضلين في هاد المانيفيستاسيون. حنا الحمد لله كلنا مغاربه، حنا شنو كنجينا نضامنوا معاهم على واحد الحاجه هي ابسط الحقوق ديالهم. المدارس كيطلبوا غير الحقوق ديالهم، المدارس كيطلبوا المستشفيات كيطلبوا الجامعات غير تحسيس البنيه التحتيه غير المواد غير اللي جايه من اختي انا من جنيف انا من المغرب انا مدينه الرباط مقيمه في جنيف
ونتمنى ان شاء الله تحقق لهم هذه الاماني وجميع الشعب المغربي ان شاء الله. شي نوصد باش نظام اللي كيهتم هنا متوقع عن ذي الريف حسيمه مزوران كل شيء الاعتقالات يعني نتمدد زي سوينات متوقع عن سوينات يعني الاعتقالات نعزو اصنع خونا يهتم هنا ويجن يجن ديال الحبس. أنا يا تحية نضالية كل شيء يتمنى.